نبدأ بأسئلة المتصل محمد، يقول أنه يقرأ أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأدبار الصلوات بترتيب جعله من تلقاء نفسه، مثلا يبدأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ثم أعوذ بكلمات الله، يجعل هذا الترتيب بنفسه ولا يعتقد بسنيته أو يعتقد أنه هو الترتيب الشرعي، فهل في هذا الترتيب حرج؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا بأس بهذا الترتيب، وهو لم يعتقد أن هذا الترتيب سنة، وإنما أتى به لكونه أسهل عليه وأيضا حتى لا ينسى، فهذا لا بأس به سواء كان في الترتيب أو كان أيضا في المحافظة على بعض الأذكار أو الأدعية، فإن بعض الناس يرتب له أذكارا أو أدعية يقولها كل يوم ولا يعتقد أن هذا الاستمرار عليها سنة، لكن يرى أنها أعمالا صالحة ويريد أن يستكثر منها. ويدل لذلك قصة كعب بن أبي بن كعب رضي الله عنه، فإنه قد خصص وقتا يدعو الله تعالى فيه، فأراد أن يستبدل ذلك الوقت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. فأبي كان قد رتب له وقتا للدعاء، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الترتيب، هذا يدل على أن الأمر فيه ساحة إن شاء الله. نعم.